حمل بأسيائه لبنان نحو العالمية، اختار البقاء بالبلد وترويجه بالخارج بدل الرحيل. ما في مهرجان سينمائي أو موسيقى عالمي إلا ما بيكون مطبوع بملابسه. كل محبي الموضة بينتظروا عروض أزيائه بفارغ الصبر، واليوم لبنان عم بكرم مصمم الأزياء العالمي إلي صعب مثل ما إلي صعب كرم بلاده. فطبعت شركة ليبان بوست طابع بريدي مخصص لإلي صعب تقديرا لإنجازاته العالمية، عطاؤه الوافر بعالم الموضة والأزياء وحبه الاستثنائي للوطن بحفل كرم المصمم إلي صعب. بقلك إنه كتير بعتز بهالتكريم، وبقلك إنه لما بتكرم بلد دايما بيكون غير شيء، والنجاحات اللي بيعملون الشباب اللبناني بلبنان أما برا هن يلي بيميزونا. عنده هاجس التفاصيل، هاجس الإبداع، هاجس الإبهار والأناقة، والأهم من هيك لو نحن ببيروت بكل الأيام وكل الظروف، إلي صعب حرص أنه يبقى ببيروت وأنه تبقى الأيادي اللبنانية من أبرز من يساعد إلي في التصاميم والحبكة. أصبح اسمه يعني مرتبط بالبلد، واسم لبنان مرتبط بإنجازاته وباللي حققه لأله شخصيا وللبنان، والأهم من هيك أنه بقي بالبلد رغم كل الشهرة العالمية وكل الفرص اللي أتيحت له. هذا طابع له صفة تكريمية ورح يكون تخليدا ويدخل يخلي إلي صعب يدخل بالعالم الثقافي ويكون صورته موجودة للأجيال جاية بالمستقبل. آخر مرة عملوا تامبر ل كارلوس غصن كانت مبادرة حلوة، ولا لإلي صعب بعد مبادرة حلوة كتير كمان، وهذا شيء كتير منيح لأني اعترف بقديش عم ينجحوا اللبنانية برات لبنان. بحضور مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري وببيت بيروت بمنطقة سوديكو، هالمكان الأثري والتاريخي المشحون بذكرى الحرب الأليمة، تم الاحتفال بالحياة والنجاح من خلال تكريم إلي صعب والكشف عن الطابع الحامل صورته واسمه تخليدا لعطائه ليتكرم مبدع من لبنان عم بغير صورة البلد بالخارج. حمل اسم لبنان يعني حمله ودير فيه صار انترناسيونال معه، وحلو انه حدا فكر يكرمه. برافو لليبان بوست. يعني تكريمه لإلي صعب يعني مش بس اليوم، كان لازم يكون من زمان. اي شخص لبناني عم بحط لبنان على الخارطه العالميه يستحق التكريم. عن جد عم نقدر اللبنانيه يلي عم يوصلوا لبرا بس عم بيضلوا لبنانيه وعم بيضلوا ببلدهم بعلاقه مع بلدهم. هي ريبريزنت يعني لبنان اني بيوتيفول واي برا، وشو بدي اقول لك عن جد هيز ا جريت اكومبليشمنت فور ذس كونتري.